المنتزه النحلي هو منذ مبيعاته في سنة 1997 منتزه يتكون تقريبا 200 وفوق 230 هكتار، فيه 14 هكتار مستغلينها نحن و34 هكتار هو منتهي كل بما فيها وين تقعد العبيد وين ترتاح، اسمها ساحة الصنوبر مع مسالك صحية مع وجود ضيعة بيئية فوق مع ألعاب للصغار. وفي الضيعة البيئية هذه هناك خيول أعدادها تقريبا ما فوق 8 أو 9 خيول هي موجودة للزينة وللصغار وكل شيء بشوفوها. عندنا زادة ملاعب فيها ملاعب التنس وكرة السلة وكرة القدم مع وجود مقهى للترفيه مع متحف بيئي. المتحف البيئي فيه دي تابلو يقدموا المنتزه شنو فيه، مكونات المنتزه الخارجية والداخلية، وفيه منحلة تقليدية وفيه منحلة عصرية، والفوق فيه مكتبة فيها قرابة 2000 وثيقة في الأكسي ليبر. يدخل المكتبة يدخل المتحف، تكون زيارات معناتها جيدة بينا احنا، تجينا احنا العباد من كل بلاصة، وساعات تجينا حاجات منظمة رحلات منظمة من المدارس من رياض الأطفال من نوادي البيئة، نتعامل مع وزارة الثقافة وزارة الشباب والرياضة في التظاهرات الوطنية والعالمية كما 5 جوان اليوم العالمي الوطني، 11 جوان اليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة، اليوم العالمي للماء. فما الطلبة يجيونا برشا برشا يحبوا خاطر فيو اللي هو بلاصتا معناتها مكان هادئ ومتاع ريفيزيون، يجيوا يقراوا هوني طلبة. عندنا متاع القطب التكنولوجي أكثر وحود يجيونا ويحبوا مظابيهم، هم يطمحوا أن نعملوه كووركينج سبيس اللي هو فضاء للعمل المشترك، أنهم يجوا يخدموا هوني معناتها خاصة بعد جائحة الكوفيد يحبوا يسر المنتزه ويلقوا فيه راحتهم والكالم وكل شيء. أشغال منتزه النحلي تتمثل في أشغال هندسة مدنية بترميم مباني وملاعب بمكونات من منتزه النحلي، اللي هي تتمثل خاصة في الملاعب الرياضية تنس باسكيت المولتي ديسيبلينير وملاعب كرة قدم مش يتحول إلى تيران ترتون، وتتمثل زادة في ترميم مبنى المقهى والمطعم والإنارة للملاعب وتهيئة مباني الضيعة البيئية والإصطبة على الخيول وتهيئة بعض الأجزاء الممتلكات متأيلة للسقوط. بدأت الأشغال في أول شهر مارس 2021. قيمة الأشغال هذه تتراوح حوالي 800,000 دينار. وقف الأشغال هي تعذر المتابعة الفنية مكتب دراسات اللي هو عنده مستحقات مالية لدى الوكالة الوطنية لحماية المحيط، واللي قاعد يطالب في انتظار تسوية الوضعية المستحقات المالية هذه المكتب دراسات في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله من إدارة الوكالة، معناتها يرجع مكتب الدراسات المتابعة متاعه وترجع الأشغال السير العادي مع المقابل اللي هو مكلف بالإنجاز. في تونس نقصت المناطق الخضراء والمساحات اللي تمشي لها العائلات، واللي العائلات تصير طول متوسط الدخل اللي هي خاطر هذه تعتبر للناس اللي ما عندهاش مداخيل كبيرة باش تمشي للمنتزهات الكبيرة الأخرى. تبقينا لهنا إن شاء الله في القريب ولا في نتمنى ونحن اللي الإجراءات اللي باش تقوم بها الإدارة في التحسين تاعو تزيد من مدخولية المتزه وتزيد من زواره، وتكون نكونوا قمنا بزيادة في المرافق الموجودة فيه، والشيء هذا اللي بشيء زاد يأثر على المنتزهات الأخرين التابعين للإدارة نتاعنا الوكالة الوطنية لحماية المحيط اللي هما منتزه رادس ومنتزه المروج وحتى حديقة النباتات اللي فيها زاد أشغال أخرى باش تصير طبعا قريب. وإن شاء الله نحن نتمنى نكونوا من حسن إلى ما أحسن ولما هو خير.